الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عتية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إلى هنا تم نص الحديث. هذا الحديث يصرح بثلاث مسائل. الأولى تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، حتى قال بعض العلماء بكفر من وقع منه ذلك، أعاذنا الله منه. والمسألة الثانية يدل هذا الحديث على أن التحديث عن بني إسرائيل جائز. قال المحدثون هذا جائز إذا كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا يجوز. والمسألة واضحة. والمسألة الثالثة يدل هذا الحديث على أن التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضروري له أهمية لا يستهان بها، لذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال بلغوا عني ولو آية، أي ولو كان آية واحدة بلغوها. ظاهر أنه تحريض من النبي صلى الله عليه وسلم على التبليغ ليسارع كل سامع إليه. وليس معنى ذلك أن الدعوة والتبليغ فرض عين، بل فرض كفاية، لقول الله عز وجل في سورة آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية. يقول الله عز وجل هنا، أي في هذه الآية، منكم، أنتم تعلمون أن كلمة من للتبعيض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سبحان الله. علم بهذه الآية أن الذين يقومون بالدعوة إلى الخير والتبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هم مفلحون في هذه الدنيا وفي الآخرة، وهذه فضيلة عظيمة كبيرة جدا للدعوة والتبليغ. وفقنا الله عز وجل لما يحب ويرضاه. فضيلة الشيخ، إن وزارة الشؤون الإسلامية للمملكة السعودية قد أصدرت حالياً أمراً لخطباء الجوامع لإلقاء خطبة الجمعة للتحذير من جماعة التبليغ وبيان ضلال هذه الجماعة وخطرها وأنها بوابة من بوابات الإرهاب، فما رأيك فيه؟ يا أخي إنه أمر عجيب، أمر المملكة العربية السعودية ضد جماعة التبليغ خطأ كبير، فإنه لا شك في أن جماعة التبليغ على حق، فإصدار الأمر من وزارة الشؤون الإسلامية للمملكة العربية السعودية إلى خطباء الجوامع بإلقاء خطبة الجمعة للتحذير من هذه الجماعة المباركة مؤسف ومؤلم جدا. ينبغي على المملكة العربية السعودية أن تعيد النظر في أمرها. سمعت عن تلك الخطبة المسلطة على خطباء الجوامع مصرح فيها بأن جماعة التبليغ من محاضن الإرهاب. كيف؟ والله ما هذا إلا بهتان عظيم. إن جماعة التبليغ بريئة منه
براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام. وأيضا تلك الخطبة تصرح بأن مؤسس جماعة التبليغ الشيخ إلياس الكادلوية رجل صوفي قبوري. سبحان الله. تعلم الدنيا مشارقها ومغاربها أن مؤسس جماعة التبليغ الشيخ إلياس الكادلوية رحمه الله رحمة واسعة من كبار علماء ديوبند ومن أخص التلاميذ الشيخ الهند محمود حسن الديوبندي رحمه الله. فهل علماء ديوبند قبوريون عند المملكة السعودية؟ فهذا شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني، وهذا الشيخ أنور شاه الكشميري، وهذا الشيخ أشرف اليتانوي، وهذا شيخ الحديث زكريا الكانلوي رحمهم الله رحمة واسعة، وأمثال هؤلاء العلماء الديوبنديين قبوريون عند المملكة العربية السعودية؟ ألا تعلم المملكة السعودية تاريخ هؤلاء العلماء الأبطال وعقائدهم وخدماتهم؟ الأسف، كل الأسف. نعم، علماء ديوبند يعتنقون التصوف، علماء ديوبند يعتنقون التصوف، ولكنه غير التصوف الذي يعرفه علماء العرب. فتصوف الديوبنديين هو الذي ذكر في كتاب الله عز وجل باسم التزكية، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الإحسان، وهو يسمى في اصطلاح المحدثين بالزهد، كما صنف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كتابا باسم كتاب الزهد، وكذلك صنف الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله كتابا باسم كتاب الزهد. فالزهد والإحسان والتزكية والتصوف الديوبنديين كلها ألفاظ مترادفة، الألفاظ شتى والمعنى واحد، فمن ينكر التصوف الديوبنديين؟ يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يقول الله ويزكيهم. فهذه هي التزكية، يقول الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهل أحد يستطيع أن ينكر هذه التزكية؟ وكما ورد في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ أجاب صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه الشيخان. فهل يستطيع أحد أن ينكر هذا الإحسان؟ والله لا يستطيع. كذلك لا يستطيع أحد أن ينكر تصوف الديوبنديين بهذا المعنى. بهذا المعنى كان مؤسس جماعة التبليغ الشيخ إلياس الكانلوي رحمه الله ورحمة واسعة رجلا صوفيا بهذا المعنى. فلا شبهة في الشيخ ولا في علماء ديوبند ولا في جماعة التبليغ، والحمد لله على ذلك.